عن انتهاكات الميليشيات والقوات الحكومية ضد الثوار في الناصرية، ينضم إلينا عبر الهاتف من ساحة الحبوبي في الناصرية الناشط في التظاهرات كاظم ماجد. أستاذ كاظم، مرحبا بكم. يعني في آخر حصيلة، إصابة 17 متظاهرا برصاص القوات الأمنية في مدينة الناصرية، يعني أنتم قريبين من الحدث أو قريبون من الحدث، كيف ترون الأوضاع الآن في ساحة الحبوبي وأيضا في محيط الساحة بعد هذه الاعتداءات من قبل قوات الأمن؟ تفضل أستاذ كاظم. تحية لك ولمشاهديكم الكرام. نعم، أهلا وسهلا بك. بداية، نحن خرجنا مطالبين بالإفصاح عن تلكؤ المشاريع قبل أيام، حيث هناك مشاريع متلكئة وعلى رأسها المستشفى التركي الذي اكتمل بناءه منذ 12 عاما، إلا أن هذا المستشفى لم يتم افتتاحه حيث خضع إلى مزايدات حزبية، فهنالك جهات تطالب بأن تكون الإدارة أي إدارة المستشفى من حصتها، وهناك أحزاب تطالب بباقية كادر المستشفى بأن تكون حصصا توزع على هذه الأحزاب. نعم. ما أدى إلى تأخر افتتاح المستشفى، وطالبنا عدة مرات الحكومة المحلية ولم نحصل على أي إجابة واضحة. نعم. وأيضا توجهنا بالمطالبة إلى الحكومة المركزية وأيضا لم نلقى آذان صاغية لمطالبنا. قبل أن يتم الحظر بسبب جائحة كورونا، قد أعلننا في بيان بأننا سوف نتوجه إلى المستشفى التركي يوم الأحد الماضي، وكان يوم الأحد هو آخر يوم في الحظر. نعم. ما دعانا إلى تأجيل الموعد إلى يوم أمس الاثنين. نعم. حيث خرجنا بتظاهرة طالبنا فيها بإصلاح المشاريع المتلكئة، وطالبنا بإقالة المحافظ الذي لم يقدم أي شيء إلى المحافظة، بل أن هذا المحافظ هو جاء عن طريق المحاصصة الحزبية، وأيضا يخضع إلى ضغوط حزبية أيضا من عدة جهات وهي الشركاء في العملية السياسية والتي تدير المحافظة. المحافظة طبعا تدار من قبل ميليشيات وليس حكومة. نعم. أستاذ كاظم، أيضا واجهنا هناك بعض الجهات، وهي كانت تحديدا يعني جهاز مكافحة الشغب، سرية مكافحة الشغب، باشرت بإطلاق الرصاص الحي. خرجنا بمظاهرة سلمية يوم أمس من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 10 تقريبا صباحا. نعم. فقامت هذه القوات بإلقاء القنابل الدخانية علينا، ثم بدأ إطلاق الرصاص الحي، واستمرت المواجهات حيث توقف القتال ظهرا لمدة ساعة تقريبا، ثم عادت هذه القوات إلى ضرب المتظاهرين بالرصاص الحي مباشرة، وكانت الحصيلة استشهاد المتظاهر علي كامل الرتابي وإصابة 16 آخرين. نعم. طيب أستاذ كاظم، الميليشيات يعني لم توقف انتهاكاتها بعد محاولات متكررة استهدفت الناشطين خلال الأيام الماضية، لماذا تصر الميليشيات على قمع التظاهرات؟ ما الهدف من وراء ذلك؟ نحن نعلم وهناك قاعدة تقول من أمن العقاب أساء الأدب. هذه الميليشيات تعلم جيدا لا يوجد قانون ولا توجد حكومة في الدولة تردعها، ولا توجد هناك جهة رقابية أو جهة تنفيذية تحاسب هذه الجهات، بل إنها أطمأنت كلما قتلت المتظاهرين، كلما أصابت عدد منهم، كلما اختطفت وغيبت عدد من المتظاهرين لا تجد من يحاسبها، فاستمرت على هذا النهج بهدف القضاء على ثورة تشرين، وثورة تشرين لن تنتهي وهي مستمرة. ونحن أيضا بدورنا نشكر المحافظات التي تضامنت معنا، النجف والحلة وغيرها من المحافظات المنتظمة، نحن مستمرون. أيضا خرجنا اليوم بمظاهرة جديدة طالبنا بها بإقالة المحافظ ناظم الوائلي، إلا أننا جوبهنا بإطلاق الرصاص الحي والدخانيات أيضا. وكانت اليوم طبعا حالة القوات الأمنية تختلف عن يوم ليلة البارحة، حيث نزلت هذه القوات بمواجهة المتظاهرين بكثافة، شاركت الاتحادية، شاركت مكافحة الشغب، وقد تم إطلاق الرصاص الحي من قبل الاتحادية ومكافحة الشغب باتجاه المتظاهرين، وهناك اليوم عدد من المتظاهرين قد سقطوا جرحى
حيث اكتظ المستشفى بعدد الجرحى بين مصابين بالرصاص الحي وبين حالات اختناق بسبب القاء التخانيات علينا. ايضا هناك انباء ترددت عن وفاه احد المتظاهرين، طبعا انباء غير اكيده، ذكروا بان هناك احد المتظاهرين قد توفي اليوم في المستشفى ولم اتاكد من صحه هذا الخبر. طيب استاذ كاظم، انتم كثوار امهلتم الكاظمي أسبوع لإقالة المحافظ ومعاونيه ومستشاريه، لكن هل القمع سيقف حائلا دون إقالة المحافظ والمعاونين؟ سيد الكريم، لا يمكن إقالة المحافظ لأن الكاظمي لا يتمتع بسلطة مطلقة وليس لديه الحق أن يقيل المحافظ. الميليشيات هي من تسيطر على الدولة بشكل عام، كل مفاصل الدولة تسيطر عليها الميليشيات. أيضا السيد الكاظمي هو جاء عن طريق الميليشيات، هي من سلطته وأوصلته إلى هذا المنصب. نعم. لا يستطيع أن يقدم شيء لأن المد الميليشياوي هو أقوى من السلطة في الدولة. لا يوجد لدينا سلطة، لا يوجد لدينا قانون يردح هذه الميليشيات أو يحاسبها، وإلا أين الملفات السابقة؟ هناك فساد، هناك سرقات، هناك مناطق قد تم تهجيرها بالكامل، هناك اعتقالات عشوائية، هناك خطف وتغييب من قبل ميليشيات لم يتم الإعلان عليها لحد الآن، لم يتم الإعلان عنها لحد الآن. فما هو دور الحكومة؟ نحن نعلم السيد الكاظمي هو مجرد دمية وواجهة للسلطة، وبالتالي هو لا يقدم شيء ولا يريد أن يقدم شيء، مجرد أن يريد أن يمضي بهذه السلطة حتى تنتهي فترته وتتم الانتخابات ويخرج بسلام. نعم. وكل شيء ينتهي دون الإعلان عن مصير المغيبين والمعتقلين والشهداء. طيب أستاذ كاظم، هل سيؤثر استمرار إغلاقكم لشركة نفط ذي قار لليوم الثاني على التوالي؟ بمعنى هل سيستجيب الكاظمي لمطالب المتظاهرين بتوفير فرص عمل برأيكم؟ نحن نتوقع بأن الحكومة ستزج بمزيد من قواتها القمعية وستقمع وستقتل وستريق الدماء من جديد بهدف إرعاب وإخافة المتظاهرين، وسوف لن تقدم أي حلول إيجابية، بل كل ما تقدمه السلطة هو تقديم قواتها القمعية وتباشر بقتل وإصابة المتظاهرين والاعتقالات، وأيضا لها أذرع أخرى. هناك من تأتي في أنصاف الليالي، هناك جهات تأتي في أنصاف الليالي تعتقل المتظاهرين ولا تعرف هذه الجهات من هي، وهناك عمليات تفجير ملازم المتظاهرين. نعم. هناك جماعات تأتي على دراجات تلقي الكثير من المتفجرات على بيوت المتظاهرين ولم يتم التعرف عليها. طبعا المتظاهرين يعلمون بأن هذه الجهات هي جهات حزبية، لكن هذه الحكومة هي قد تعاونت مع هذه الميليشيات ضد. نعم. الشعب وليس ضد المتظاهرين. هناك إبادة الشعب كامل، هناك إرعاب وتخويف عوائل المتظاهرين. نعم. هناك من هم مطلوبين ليس لديهم أي ملفات، يعني نعم أستاذ كاظم، لم يرتكبوا أي جرم، والسلطات تطالبهم وتطاردهم وتلقي الدخانيات وتلقي متفجرات بين العناصر. نعم أستاذ كاظم، وضحت الفكرة. لا توجد لدينا دولة، لا يوجد لدينا قانون، السيد الكاظمي هو مجرد أداة بيد الأحزاب. من ساحة الحبوب في الناصرية، الناشط في التظاهرات كاظم ماجد، شكرا جزيلا لكم.